صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI لليوم الأربعاء 23 تشرين الأول 2013. قد تكون من المرات النادرة التي يرد فيها رئيس الجمهورية اللبنانية على رئيس سوري، فلم تمضي 24 ساعة على حديث الرئيس الأسد للميادين الذي انتقد فيه سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان ودافع فيها عن مشاركة حزب الله في الحرب الدائرة كونه يدافع عن نهج المقاومة، حتى رد العماد ميشيل سليمان على الأسد من دون أن يسميه بقوله إن السياسة التي اعتمدناها أي تحييد لبنان عن سياسة المحاور هي محط اعتزاز ولا يقررها إلا اللبنانيون وليس لأحد أن ينتقد سياسة لبنان في النأي بالنفس. وإلى الموقف الرئاسي، لا تزال المواقف على حالها بشأن ملف تشكيل الحكومة والجلسة التشريعية المفترضة والتي تقاطعها قوى 14 أذار، وأكد الرئيس بري أن الجلسة التشريعية المقررة اليوم لا تزال قائمة بجدول أعمالها المعروف من دون تغيير حرف واحد فيه، ومن ينتظر أن يؤدي الضغط علي إلى إدخال تعديل عليه فهو واهم. كاشفا أنه أبلغ الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة صراحة أن ما يجري هو عبارة عن ديكتاتورية مقنعة، والشلل المجلسي لم ينسحب على مسألة المخطوفين، حيث تابع اللواء عباس إبراهيم قضية المطرانين كما وعد أيضا بمتابعة قضية المخفيين قصرا في السجون السورية. ضيفنا اليوم في نهاركم سعيد المحلل السياسي غسان جواد، ومعه نتناول الشؤون المحلية وتجدد التوتر في طرابلس والتجاذب القائم اليوم بين واشنطن والرياض التي تضغط من أجل تأجيل جنيف 2. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ بسام. جاي من بيروت؟ من الشام. من الشام جاي دغري يعني؟ ايه يعني نمنا امبارح وجينا اليوم. جيت اليوم الصبح؟ لا جيت امبارح الصبح واليوم عندك معك. في عجقة سير بالشام؟ على الطريق بتطلع في شي لفت انه كأنه في عودة لبعض السوريين على المناطق الآمنة، وما في كتير لبنانية طبعا، يعني هو خاصة اللي كانوا يزفتوا طريق الشام بالتاريخية ما بقى حدا عم بيشوفهم. يعني في منهم كانوا يزفتوا وفي منهم كانوا كمان يحفروا جوار عليها، صارت القصة بالعكس. بالعكس تماما. القصة بالعكس. على كل خلينا نشوف طرقات لبنان كيفية صباح هذا اليوم. عم نشوف أوتوستراد جوني عجقة سير باتجاه بيروت وباتجاه شمال الحركة طبيعية. في مشكلة كبيرة من طبرجة باتجاه جوني. عجقة سير كتير قوية عم بتكون كل يوم. منطقة الدورة على جسر الدورة ما عم نشوف أي زحمة سير، عند مستديرة الدورة في شوية ضغط سير طبعا بسبب توقف الباصات والتاكسيات والسيرفيسات. نشوف كمان هون منطقة الدورة الكارنتينا الفورم دو بيروت في شوية ضغط سير باتجاه وسط العاصمة، ولكن باتجاه نهر الموت الحركة طبيعية. بولفار شارل الحلو الحركة كمان في طبيعية باتجاه وسط بيروت باتجاه المرفأ وباتجاه الكارنتينا. ساحة ساسين بالأشرفية حركة طبيعية كمان. شارع الحمراء ما في أي زحمة سير مع توقف عند التقاطعات الرئيسية بهالشارع. كورنيش المزرعة كمان توقف عند إشارات السير، إشارات السير عاودت عملها يعني صارت عم تشتغل بكل الألوان. طريق المدينة الرياضية المطار نفق سليم سليم عم نشوف ضغط سير قوي جدا باتجاه نفق سليم سليم، يعني السير على الأوتوستراد اللي جاي من صوب المدينة الرياضية شبه متوقف، ولكن باتجاه المدينة الرياضية والمطار حركة طبيعية. وهون عم نشوف ساحة النجمة بمدينة صيدا الحركة فيها طبيعية جدا. استاذ غسان، يعني الرئيس السوري بشار الأسد يعني هاجم الموقف اللبناني، هاجم سياسة النأي بالنفس، قال انه لبنان عم يسمح بإدخال السلاح والمسلحين، وأيضا طالب بأدلة قاطعة إلى علاقة بقضية المملوك سماحة. يعني لماذا هذا الهجوم على أنا شفته انتقد بكم، ليس يعني انتقد الموقف اللبناني، تعبير هجمه ما بظن هو التوصيف الدقيق، انتقد الموقف اللبناني وبعتقد من موقعه كرئيس دولة بحق له ينتقد الموقف اللبناني، ولكن من موقعنا كلبنانيين نفهم نحن لماذا الدولة لم تستطع أن تحافظ على سياسة النائي بالنفس بطبيعة الحال، لأن في لبنان المجتمع أقوى من الدولة والدولة هي اللاعب الأضعف، وبالتالي سياسة النائي بالنفس التي اختطتها الدولة ورسمتها في سياق تعاطيها مع الملف السوري ما نجحت بتطبيقها عمليا، لأنه القوى السياسية الوازنة والفاعلين خرطت بالأزمة السورية. صحيح. وأضعفت قدرة الدولة على أنا برأيي شفت الرئيس سليمان امبارح عم بيدافع عن يعني عن
عن هذه الصيغة التي فعلا اجترحها لبنان آنذاك، وساهمت بشكل أو بآخر بتخفيف وطأة التداعيات السورية على لبنان، ومن حقه أيضا فخامة الرئيس. يعني احنا أمام، كان مخطئ الرئيس الأسد بهذا الانتقاد من موقعه كرئيس لسوريا، من موقعه كرئيس لسوريا، ومن موقع أنه يرى وفي سوريا هنالك تقارير ومعطيات تتحدث عن إدخال كبير لكميات من الأسلحة والسلاح والرجال والأموال عبر لبنان، من موقعه يحق له أن ينتقد هذا الأمر. ورئيس الجمهورية اللبناني أيضا من موقعه يحق له أن يوضح وأن يرد على هذا الأمر. ونحن بتحليلنا أنه ما قدرت الدولة اللبنانية، وبتقديرنا وتوصيفنا للمسألة، أنه ما قدرت الدولة اللبنانية تحافظ على هذه المسألة لأنها ليست اللاعب الأبرز والأقوى، وما لازم نحمل الدولة اللبنانية أكثر مما تحتمل أيضا. يعني بس وقت بينتقد الرئيس الأسد مسألة إدخال السلاح والمسلحين ويشيد بمشاركة حزب الله في القتال في سوريا، نعم، يعني أليس هناك من تناقض؟ بطبيعة الحال أصبح الأمر مكشوف وواضح اليوم. يعني طبيعة الصراع بتسكر حدودها، بتسكر حدودها أمام كل الناس. طبيعة الصراع أصبحت واضحة اليوم، هنالك اصطفاف وانقسام لبناني إقليمي دولي. وبالتالي نعم، ربما إذا كنا نتحدث عن دول ناجزة وتامة ولديها مشروعية تاريخية وثبات واستقرار، بحقله يقول أنه، أو بحقلنا نقول أنه نعم، لبنان لازم يسكر كل الحدود، وهذه اللي عسماها الرئيس بري إخراج عوامل التدخل والتداخل وما إلى ذلك. ولكن نحن في هذه المنطقة، في لبنان، في العلاقات السورية اللبنانية، أمام جملة من الملفات المتراكمة والمعقدة اللي ما أدت ولا للحظة أنه نكون بعلاقات طبيعية. وجاءت الأزمة السورية لتؤكد وتعمق يعني طبيعة التعقيدات في العلاقة اللبنانية السورية، وطبيعة التعقيدات والتداخلات اللبنانية السورية المجتمعية والسياسية والجغرافية أيضا. يعني وهون أنا ما بدي حمل أطراف هلأ بقدر، إذا توسعنا بالنقاش ممكن، ولكن أيضا في شيء هيك تاريخي بالموضوع، أنه هذه المنطقة منذ انهيار الدولة العثمانية ومنذ نشوء هاي الكيانات الحديثة الجديدة ما استتبت وما استقرت، وما رحنا على صيغ دولتية جدية تحمي أو قائمة على المواطنة وعلى هيك الفرد أولا، بتحمي لبنان وبتحمي سوريا وبتحمي العراق. نحن بعدنا كأننا نعيش بأننا ولايات عثمانية أو ولايات من خلافة إسلامية أو من دولة إمبراطورية عربية، وهذا هو المشكل الجوهر أساسي. المشكلة اليوم خصوصا لدينا تعدد وتنوع ثقافي، ولدينا حسابات لها علاقة مثلا بالمسيحيين، لها علاقة بالأقليات في المنطقة، لها علاقة بالفكر الوافد إلى المنطقة اللي هو هلأ فيه شيء من التطرف، فيه شيء، وأحيانا بيصير في أمن إقليمي أيضا بظل هجمات كبرى. يعني لما بيتعرض أي إقليم لهجمات كبرى لمشاريع كبرى بيصير في شيء اسمه أمن إقليمي تتفق عليه المجتمعات والدول لمحاربة ظواهر معينة. يعني يعني هذا اليوم اللي صاير بين سوريا وإيران، نعم، وحزب الله، هذا الأمن الإقليمي، هذا تحالف استراتيجي لمواجهة التطرف. يعني هذا تحالف استراتيجي كان بدأ موجود وتأسس، صح، على الصراع مع إسرائيل. اليوم يضيف له الصراع مع الإسلاميين المتطرفين، ورح يمتد بالمستقبل ليشكل باعتقد واحدة من رافعات النظام الإقليمي الذي سينشأ على نتائج الأزمة في سوريا أو على نتائج نهايات الأزمة السورية. في نظام إقليمي عم يتركب بالمكتوما بالمضمرا بعد ما شفنا ملامحه جديا، ولكن بعد الاتفاق الروسي الأمريكي، الكيمياء الروسي الأمريكي حول الكيمياء السوري، يعني شعرنا أنه بدأنا نخطو خطوات نحو هيك إعادة رسم نظام إقليمي مركب تكون فيه إيران معترف بمنطقة نفوذ لها على مستوى المشرق العربي. أعتقد تركيا أيضا سيكون لها دور، وإسرائيل. هون نحن العرب شو دورنا؟ يجب أن يبحث العرب اليوم، وهون إذا بتحب نحكي شوية كمان عن السعودية، عن أنه تعبئة هذا الفراغ والتكامل مع هذه الدول بناء على مصالح المنطقة العربية. بس بدي يعني كمل شوية بمسألة الرئيس الأسد. يعني العلاقة حاليا بين الرئيس الأسد والرئيس سليمان هي علاقة مقطوعة. هلا هي بالشخصي مش سيئة، يعني أنا بعرف تاريخيا، والرئيس سليمان كان يقول أنه الرجل صديقي، يعني
عن الرئيس الأسد. هلأ بآخر مسألة مملوك سماحة، ما يسمى يعني قضية مملوك سماحة، وترت الأجواء. نحن كنا نأمل من فخامة الرئيس نظرا للعلاقة العميقة يعني ونظرا للصداقة أن تجري معالجتها بطريقة ما يقطع مع حدا، خصوصا وأنه موقع توافقي على المستوى الداخلي، وجاء رئيسا للجمهورية بتوافق إقليمي ودولي. ما حدا يعني رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية بقضية مملوك سماحة إجا قال إنه نحن بدنا نسمع موقف من القيادة السورية له علاقة بما يعني توفر من أدلة عن تورط اللواء على المملوك في هذه القضية. سوريا تم في هذا الأمر كليا واضح من خلال رئيس بشار الأسد. نحن ننتظر أيضا محاكمة أو مشار سماحة لدى القضاء الآن. ولا نشكك بكلام القضاء، عندما يقول القضاء كلمته بهذا الأمر أنا رأيي الجميع يجب أن يتخذ موقف. الإرهاب مرفوض، الاعتداء على لبنان مرفوض، التفجير بوجه لبنان مرفوض من أي جهة أتى عمليا. ولكن غالبا منذ العام 2005 منذ أن سقط يعني التوافق السعودي السوري برعاية أمريكية على لبنان، صارت حتى الأجهزة الأمنية حتى القضاء في موضع جزء من هذا الانقسام، وهذا اللي عم بيأثر على المصداقية. يعني هلأ لاحظ لما فرع المعلومات بيعمل عملية فريق كامل من اللبنانيين يشكك، أحيانا لما الأمن العام أو المخابرات الجيش، طبعا الأمن العام بعده محافظ على تميزه يعني لديه هيك نوع من مقبولية لدى غالبية اللبنانيين، بس لما مخابرات الجيش تعتقل حدا كمان الطرف الآخر بشكك. إن سحبت مشكلاتنا إلا أمن الدولة يعني مرضى عليه، أمن الدولة وينه مغيب، بده أمن الدولة بده رئيس جمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب يتفقوا ليفعلوه. هو هذا الجهاز بالحقيقة أنشئ بشكل أو بآخر ليكون بإيد رئيس الجمهورية صحيح، لازم يتفعل. وأيضا نحن بحاجة لأجهزة أمنية، بحاجة للمزيد من الأجهزة الأمنية على أساس تكافح الأمن مش تشتغل فينا نحن. طيب. يعني الأدلة 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 يعني يلي توفرت لدى فرع لدى شعبة المعلومات عن قصة المملوك سماحة، يعني هذه الأدلة ليست كافية برأيك يعني، ووضع أمام القضاء وأصدار المذكرات وإصدار القضاء مذكرات التوقيف وبدء المحاكمة أمام المحكمة العسكرية، هودي كلهم يعني بمسار قضائي صاروا. مظبوط تماما، ولازم نباشر يعني لازم القضاء اللبناني يضع ايده على هالملف وباشر بالمحاكمه الجديه، لانه بعتقد عقدت اول جلسه وهلا بعتقد بالعمق في شيء غريب بالقصة يعني. بالعمق في شيء له علاقه، بدنا نعرف نسمع ميشيل سماحه، بدنا نسمع يعني الوزير السابق ميشيل سماحه محافظ الالقاب، بدنا نفهم ماذا جرى. البعض يعني يذهب مذاهب في توصيف هذه المساله ما له علاقة بالسوريين، له علاقة بعلاقات الرجل مع الفرنسيين سابقا، بوصفه كان يعني نقطة تقاطع بين سوريا وفرنسا. في شيء غريب بهالملف. بكل الأحوال إذا كان مشال سماحة متورط نحن يعني أي لبناني يجب أن يدينه. وإذا بتلاحظ وقت الاعتقل ما كان في رد فعل من قبل قوة 8 أزار وعلى رأسهم حزب الله يظهر أنه اعتراض على هذه المسألة. آخر شيء الدولة يجب أن تأخذ دورة، ولكن ليس على قاعدة الظلامة وتركيب الملفات، على قاعدة العدل والمساواة. فرع المعلومات للأسف، ونحن يعني وقت إجا الرئيس ميقاتي وحكينا هذا الكلام كثيرا، وقت حمى مثل ما بيقولوا حمى بين مزدوجين اللواء أشرف ريفي واللواء الشهيد وسام الحسن، قلنا أنا ذاك أنه فرع المعلومات هو فرع أو شعبي في الدولة اللبنانية يجب أن تخضع للقانون. إذا خضع للقانون في كل أعماله فليس يعني مش لازم يكون هنالك انتقادات لهذا الفرع. يمكن كل الأجهزة اللبنانية عم بتخالف القانون، يمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية عنا مشكل، عنا مشكل الأجهزة الأمنية اللبنانية يعني منا ملايكي وقاعدة أنه عنا مشكل ببنية الدولة بالقانون. بس ما الأطراف الأخرى مش مبين كان عم تركب ملفات بموضوع المحكمة الدولية. شعبة المعلومات بس هي بتركب ملفات، أكثر من طرف لبناني يرى إلى أن شعبة المعلومات بتركب ملفات وبتشنع كمان، مش بس بالسياسة بالشخصي كمان. وهيدا مشكلة فرع المعلومات فرع يعني بعض الأشخاص لديهم تجارب ما بعرف خبروني هيك، بس أنا عم بجرب أقول إنه هذا فرع فعلا ناجح أو شعبي ناجحة وجهاز أمني تكشف أكثر من 20 شبكة تجسس لصالح إسرائيل. كمان هذا بسموه هيك إعادة إنتاج صورة كانت قدام الطرف الآخر لمحاولة إعطاء مشروعية لموضوع المحكمة الدولية. يعني وقتها بالموازاة كناش فاهمين عم نقراها بموازاة الشغل على المحكمة الدولية. يا أستاذ غسان، شو ارتباط المحكمة الدولية بشعبة المعلومات؟
دفع الثمن شعبة المعلومات بسبب تحقيقها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. جزء كبير من التحقيقات التي استندت إليها المحكمة الدولية، البنية التحتية التأسيسية للتحقيقات جاءت من فرع المعلومات، شعبة المعلومات صحيح، وأفضى في النهاية إلى اتهام المقاومة، وبالمضمون اتهام المقاومة يؤدي إلى فتنة. يعني هذا الانتقاد برأيي. بس 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 اغتيال الضباط اللي كانوا بشعبة المعلومات، يعني تم اغتيالهم هيك انه لانه والله مش عجبهم شكلهم او مش عجبهم اساميهم، ولا لانه بالفعل توصلوا الى ما يعني يدل على من قام ببعض عمليات الاغتيال وخصوصا اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ موضوع الرائد وسام عيد موجود ايضا ادرج بالمحكمة الدولية، اما موضوع اللواء وسام الحسن انا برأيي ما له علاقة بالمحكمة الدولية، له علاقة بانه سمير شحادة يحوب صيدا ماشي لا حالي. رجع على لبنان اي، بس كمان تعرض لمحاولة اغتيال. نعم بهذا كان صراع بالبلد انذاك، ومرق البلد بسلسلة من التوترات الامنية والتفجيرات. كمان لازم هيك للتاريخ نفهم المضمون شو كان عم بصير، مين كان عم يدفع البلد نحو هذه الاستحالات والاستحالات المضادة لهالدرجة يعني، ويوصل الموضوع للدم لهالدرجة. أما موضوع اللواء وسام الحسن بعتقد له علاقة ومرتبط اغتياله بانخراطه بالحرب على سوريا بشكل مباشر. يعني شو عم تتهم السوريين كانوا قتلوه؟ لا، أنه في عدة أطراف لاعبين بالمنطقة، توسعت علاقاته الإقليمية، توسعت جهوده ومعطياته، كان بألمانيا وإجا قتل. بدنا نشوف يعني، طبعا هو رجل دولي ناجح مع فريق من ضباط قوى الامن الداخلي، يعني مش كان بالمانيا عم بيقوم باي مهمه، كان في عده ضباط موجودين بالمانيا من قوى الامن الداخلي تماما، وهذا بجزء من التعاون الدولي اللي هو بشكل من الاشكال كبر حجم الشعب او الفرع، وادى انه بلعبه الامم بلعبه الدول الكبرى على مستوى لبنان والمنطقه رجل الاستخبارات بموت آخر شيء. يعني هناك من لا يريد لشعبة المعلومات أن تقوى وتصبح جهاز أمني فاعل، هناك من يريد لشعبة المعلومات أن تكون لجميع اللبنانيين. يعني تصور مثلا رئيس سعد الحريري من شي 3-4 أيام كان في دوكيمون على الفيوتشر يمكن مع بولا، كان عم يعمل شهادة، قال أنا كنت عم بحكي أنا وياه قبل بيوم وعم تناقش بالمعطيات. طب رئيس شعبة المعلومات اللبناني شو ليش بيتناقش كل يوم مع رئيس حكومي سابق بلبنان؟ ده شو غيره من الضباط ما بيحكوا مع بالضبط مع جهات سياسية موالية لهم بالضبط، يعني بيقدموا لهم تقاريرهم شو لك. طيب فإذا هذا الانسحاب السياسي إذا تؤثر على الأمن، ورجل الأمن يجب أن لا يرضى بأنه السياسة تأثر عليه. طبعا البلد تركيبته أستاذ بسام حضرتك بتعرف بالعمق، بتعرف من التسعينات يعني من بعد الطائف أنت موجود بالصحافة بالسياسة اللبنانية بشكل عمق. لبنان مركب على تركيبة تسويات يومية صحيح، ما في صيغة دولتية مؤسساتية بعيدة المدى نقدر نطمئن لها، والله لا بأجهزة ولا بمؤسسات ولا حتى بحكومات. كل لبنان يعاد إنتاجه وتأسيسه يوم بيوم. هلا مثل ما عم بصير مثلا امبارح الرئيس سنورة والرئيس بري وموضوع الجلسة وما الجلسة، كل يوم عم بيكون في جهود. للأسف الشديد لازم نخرج من كل هذه الاصطفافات نحو رحاب الدولة. الدولة بتحمينا جميعا، ولكن مش كل واحد بيفرض على الآخر منطق الدولة اللي هو بده إياه. الدولة بمعنى أنها تكون ممثلة للجميع، وازنة وعادلة، وبتمثل معظم شرائح المجتمع اللبناني. يعني كيف هلأ بيستقر رئيس الحكومة بطل رئيس مجلس النواب في يدعي يعني لجلسة؟ طب هذا شو في جلسة اليوم إذا صار في نصاب يكمل فيها؟ الرئيس بري حريص على البعد الميثاقي في المسألة، ما فينا نعمل جلسة، ما في يعمل جلسة بلا السنة بصراحة. رح نرجع لهذا الموضوع، بس بدي كمل شوي بالمسألة السورية وبمسألة الرئيس بشار الأسد. يعني الاستحقاق الرئاسي السوري هو قبل الاستحقاق الرئاسي اللبناني. سيحصل هذا الاستحقاق في سوريا؟ أنا أعتقد بأنه كنت يعني بالشام والتقيتك بعدد من الأشخاص اللي بيعرفوا مطلين على الموضوع القرار على الأقل في سوريا، انه هنالك رغبه سوريه بتاجيل الانتخابات الرئاسيه. رغبه سوريه من مين يعني؟ مين يعني هنالك في وجهه نظر بسوريا عم بتقول هلا انه بظل هذا الوضع الامني والسياسي والاضطراب، وجزء من الارض ليس خاضع لسيطره الدوله، ما فيك تعمل انتخابات نزيهه وحقيقيه وتعكس الواقع، مع انه هنالك اطمئنان الى عوده
يعني زمام المبادرة لأيد النظام، وأنه هنالك نوع من أنواع النصاب الشعبي الحقيقي حول الرئيس بناء على جملة من المعطيات إلى علاقة بثلاث سنين واللي صار، وإلى علاقة أيضا بأنه بعض السوريين اكتشفوا أنه الاستقرار مهما كان أحيانا يعني مكلفا على مستوى بعض الحريات على مستوى قبضة الأجهزة الأمنية يظل أفضل من الفوضى. وهون بذكرني هالشيء كمان بالثمانينات بلبنان، بالثمانينات وقت حركة أمل والحزب الاشتراكي صاروا يعملوا اشتباكات ببيروت الغربية، نزلوا العلمين. أهل بيروت بحرب العلم، نزلوا أهل بيروت تظاهروا ليطالبوا بقوات الردع العربية تفوت على بيروت لأنه عرفوا من الميليشيات، عرفوا من الضرب. صمتها كمان من إجا مين قال أنه السوريين وراء هذه الاشتباكات حتى يعودوا دخولهم إلى ما بيروت. مش يعني مش مستبعد يعني بتعرف حاضرتك لبنان كان مفتوح على كل يعني كان مفتوح، وهذه مرحلة صحيح. كان حافظ الرئيس حافظ الأسد عم بيجرب يمسك أوراق على مستوى وتثبيت نظام أركان نظامه بسوريا ويمسك أوراق على مستوى الإقليم منا لبناني ومنا فلسطيني. طيب. قلت أنه في كلام في سوريا أو في رغبة عند بعض السوريين بأنه ما يصير الاستحقاق الرئاسي لأنه الأوضاع مضطربة في وجهة نظر أنه إذا بتأجل سنة عظيم. أفضل. طيب ولكن يعني هذا النظام في سوريا أجرى انتخابات لمجلس الشعب بظل الحرب القائمة، أجرى أكثر من استفتاء بظل الحرب القائمة، وكان يقول أنه نتائج هذه الاستفتاءات وهذه الانتخابات هي نزيهة وما بتشوبها أي شائبة. يعني ليش بهذه الانتخابات وهذه الاستفتاءات الأمور بتمشي مثل ما لازم تمشي ولا يسفي الانتخابات الرئاسية ما بتمشي مثل ما لازم؟ يعني إذا بتلاحظ أستاذ بسام أنه بمجمل الأزمة السورية العقدة الحقيقية مسألة الرئيس بشار الأسد بقاءه يعني في الحكم أو خروجه من الحكم، ولذلك التمديد يعني التمديد أعطاه هو وسيلة لبقائه بالحكم إذا هو عم فكر هيك حقه، ولكن أنا بتقديري أنه التمديد يعطي فرصة لمزيد من المشاورات والتفاهمات، خصوصا أنه بدأنا نلمس تحولات على المستوى الإقليمي والدولي في النظرة إلى القضية السورية. السنة بتعطي فرصة أيضا لمزيد من التفاهمات والتقارب وترتيب الأمور، وبتأسس بنية تحتية على الأرض في سوريا بتسمح لك تعمل انتخابات. كيفك تعمل انتخابات هلأ نص ريف دمشق مع المسلحين، الشمال خاضع بغالبيته للمسلحين؟ طب عملت انتخابات، عملت استفتاءات وعملت انتخابات تماما، بس عم بقول لاستثنائية ولخصوصية انتخابات رئاسة الجمهورية خصوصا وانه الكل يعني احنا من ثلاث سنين شو كان النقاش، يسقط او لا يسقط؟ هلأ النقاش شو بما يخص جنيف 2، يترشح او لا يترشح؟ لا يعني بس كمان في كلام طالع عن اصدقاء سوريا بلندن بيقول انه لن يكون الرئيس الاسد جزءا من 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 مش من الحل، جزءا من الحكم بالمرحله المقبله. يعني انا بتقديري توصيف لهذا المثل انه انقطاع عن الواقع وانكار للوقائع على الارض على الارض. وانا لمست بايدي يعني النظام لا يزال يعني او يستعيد زمام المبادره لا يزال قوي، قاتل سنتين ونص عمليا، افشل مخططات كثير لاسقاطه، وليس على مستوى فقط يعني ما كان يحكى بين دولة وشعب، فاتت على المسألة السورية منذ الشهر السادس عمليا، أثقال إقليمية وحسابات دولية ومصالح أطاحت بتطلعات السوريين لتحسين أوضاعهم، وبنفس الوقت أغرقت سوريا بجملة من التعقيدات واحتكاك المصالح الروسية الأمريكية الإيرانية السعودية. هذا اللي عم بيعقد المشهد. لمزيد من هيك محاولة ترتيب الوضع يجب، يرى السوريون يعني أو البعض منهم أنه يجب تأجيل الانتخابات شوي، وإلا تجري انتخابات متعددة متنوعة، يكون الرئيس بشار الأسد أحد بناء للدستور الجديد الذي أقر، يكون الرئيس بشار الأسد أحد المرشحين، واللي بيربح صحتين على قلبه. بظن أيضا أنه في هناك تشكيك بإمكانية انعقاد جنيف 2 بالأساس. هون القصة الأساسية كمان، يعني كلام الرئيس الأسد بهذا الموضوع بمسألة الترشح أنه ألا يؤدي كمان إلى إحباط مؤتمر جنيف 2 يعني والتحضيرات له؟ يعني قبل المؤتمر كل شخص بده يضع السقوف التي يراها تناسبه برأيي من صحيح. هيك عمل هو، هيك عملت المعارضة من وقت الوزير وليد المعلم أعلن من نيويورك وقتها أنه الرئيس الأسد مرشح، بعد يعني تظهير الاتفاق الأمريكي الروسي بأسبوع عملية بدأ وكأنه النظام بدأ هيك يعني يضع رؤيته للحل. بارح بالمقابلة التلفزيونية أول امبارح توصيف الرئيس الأسد لما جرى في سوريا وإعلانه أنه مرشح
وتذكيره بالمبادرة السورية للحل بيأكد أنه صار في رؤية سورية شبه متكاملة، أنه رواية سورية لما جرى عمليا، لطبيعة الاستهداف، للواقع الآن على الأرض وقدرات النظام الحالي ورؤيته للمستقبل. ومن ضمن أنه لا يمانع أن يترشح البعض كمان من القيادات أو المراكز القوة في سوريا، ترى أنه من واجبه أن يترشح، لأنه هو عبر برأيه بالشعب السوري وبسوريا بسنتين ونص بمخاضات كبيرة كتير وعميقة كتير وأنقذها يعني. ولا يزال أيضا وجود الرئيس بشار الأسد يمثل صمام أمان لعدم فلتان وانهيار سوريا وتحولها إلى دولة فاشلة وذهبنا إلى مجازر مذهبية وطائفية. داش اليوم شو عم بيصير؟ شو عم بيصير مجازر مذهبية وطائفية؟ برغم ذلك يظل هيكل الدولة بعد متماسكة. رغم ذلك يظل هيكل الدولة أفضل، وهي كمان نحن عشناها بالثمانينات، أنه رغم أنه كانوا يقولوا الرئيس أمين جميل هو رئيس بعبدة كان ومحيطة، بس لما كان بده نروح على تسويات على تفاهمات، رحنا على لوزان رحنا على جنيف وقتها، كان يكون في شيء معنوي اسمه الدولة اللي بتقدر ترعى جميع الأطراف. شكل حكومة وحدة وطنية بالـ84 وقت حكومة الرئيس رشيد كرامي، وال شارك فيها لأول مرة الرئيس بري آنذاك والنائب وليد جنبلاط. فكانت آنذاك الشرعية اللبنانية ولو كانت ضعيفة قادرة على جمع جميع الأطراف ووضعهم حول الطاولة وتحضير لمسارات مقبلة. بعد بسوريا اليوم في إمكانية الاستفادة من هذه الشرعية لعدم خلق فراغ ولعدم جعل الأمور تذهب بك نحو أن تصبح سوريا دولة فاشلة أو أن تقسم أو أن تحتل يعني هنالك. بس عم بتقول أنه بتشكك بانعقاد جنيف 2. سمعت أراء في الشام بأنه ربما لا يعقد جنيف 2، وأصلا الرئيس بشار الأسد تحدث عنه يعني تحدث عن هذا. بس لا يعقد ليش بالنسبة يعني للنظام السوري؟ لا يعقد لأنه هذا النظام يتجه لاستعادة السيطرة على كل الوضع في سوريا، أو لا يعقد لأنه في شروط من هون وشروط من هناك، أو لأنه سيكون وسيلة لإقصاء الرئيس الأسد عن السلطة؟ إذا كان وسيلة لإقصاء الرئيس الأسد ما بينجح، لأنه كمان موازين القوى على الأرض لا تسمح. تتذكر الرئيس بري بال2006 وقت اللي يجيبوا له مشاريع وقف إطلاق النار من مجلس الأمن، يقرأ مشروع هو أعلنه بحديثه، يقرأ المشروع ويقول له للمفرد الأمريكي أن هذا المشروع لا يتناسب مع موازين القوى على الأرض، المقاومة على الأرض صامدة ومنتصرة. نفس الشيء عمليا إنه بس إذا أجا كل هالمجتمع الدولي يعني حتى روسيا والصين قبلوا بالصيغة التي تقول بأنه الرئيس الأسد يجب ألا يكون في السلطة، وأن هناك حكومة انتقالية هي التي تتولى زمام الأمور، هل يستطيع الرئيس الأسد ما بيمشي؟ واضح ما بيمشي. يعني اللي بدي هون هيك شوي أشرح بهذا الجانب. اليوم بسوريا بيعتبروا أنه تم استعادة ملامح القوة التي كانوا يتمتعون بها، قفزوا فوق الخطر الجدي على الرئيس وعلى النظام، وهنالك تأسيس لمرحلة مقبلة، منفتحين على تفاهمات مع معارضات سورية. قفزوا يعني من بعد ما سلموا السلاح الكيميائي تماما. نعم، هذه ورقة استعملها النظام لإنقاذ نفسه، وبناء على رؤية استراتيجية لا علاقة بأنه الصراع طويل وانت بدك تستخدم اوراق يعني اللي صحيح. واكتشفنا فيما بعد انه امريكا كمان كان بنسبها يعني بعد جمعه كيف دوله طبعا. قبل بجمعه كان بتعمل حرب يعني. قبل بجمعه دوله بتعمل حرب، بعد بجمعه تبين انه هاي الدوله ما فيها تدفع معاشات يعني. كمان بدا وكانه هذا التفاهم في استنقاذ للوضع الامريكي عموما، هذا برايي اللي خلى السعودي هلا ينتفض يعني ما سمي الانتفاض. هلا مفوض عن الكلام اللي نقل عن الامير بالضبط. بس بالعمق بما يخص جنيف 2، الطروحات التي تقدم اليوم للقياده السوريه بغالبيتها ترى إليها دمشق لأنها محاولات لإفراغ النظام من عوامل القوة الداخلية التي جعلته يصمت في الثلاث سنوات الماضية. والجل أو أكثر أو أكبر ما يمكن أن يقبل به النظام اليوم في سوريا هو مشاركة المعارضة السورية الوطنية غير المرتبطة بالخارج، وفي سيناريوهات كان دائما الجواب لما ينحكى عن طائف سوري أو غير ذلك يكون بأنه هذه محاولة إفراغ النظام من الداخل، وما لم تأخذوه منا في العسكر ستأخذوه في السياسة، تريدون أن تأخذوه في السياسة.
وهذا كان يقابل بالرفض. بعتقد يعني الأكثر ملائمة أو الأكثر قابلية للنجاح هو تحييد عوامل القوة في النظام وتركها بيد الرئيس والقيادة. وأما رئيس الحكومة قد يكون شخصية معارضة، في حكي جدي عن شخص مثل هيثم المناع أن يستلم رئاسة حكومة متعددة فيها تمثيل سياسي لمختلف أطراف المعارضة الموجودة والفاعلة أيضا، وهي بتكون عم توضع بنية تحتية انتقالية لمرحلة مقبلة بصير فيها انتخابات مجلس الشعب وغير ذلك. ولكن تحييد الجيش والأمن والسياسة الخارجية هذا محسوم بالنسبة للسوريين. رح نتابع هذا الموضوع بعد ما ناخذ أول بريك علينا. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع المحلل السياسي الأستاذ غسان جواد. كنت عم تحكي بمسألة أنه تحييد قدرات سوريا وأنه حكومة بتشكلها المعارضة. يعني السيناريو الأبرز أو الأكثر قابلية للنجاح هو أنك تتعامل مع الواقع والوقائع. الواقع على الأرض أن النظام صمد ولديه هلأ يستعيد أماكن كان يحتلها المسلحون ويستعيد زمام المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي. عظيم. بدي أفترض يعني هذا الجو أنه تم الاتفاق عليه إقليميا ودوليا، طب هالمعارضة المسلحة شو بتعمل فيها؟ يعني هاي اللي قتلت واللي المفروض يكون في، يعني لازم يكون في مخارج، في مخارج يعني في تجارب بالعالم، في التجربة اللبنانية، في تجربة إيرلندا الشمالية، في تجارب، في تجارب حروب أهلية صارت أو تمردات مسلحة وصار لها مخارج من ضمن استيعابهم البعض. بس بدك تفرق هون بين الجماعات التكفيرية لهذه لا أحد يستطيع أن يستوعبها والتي هي في تناقض مع الجميع الآن في سوريا باستثناء المملكة العربية السعودية، وبين مجموعات مسلحة والله حدا قتلوا له أهله راح حمل سلاح، حدا اعتقل، حدا كذا، عنده هيك رد فعل، هذا يعاد استيعابه وإعادة تأهيله يعني بشكل أو بآخر. وهذه مستوعبة الميليشيات بلبنان، بلبنان صار في عنا شيء من الاستيعاب. هذه مسألة سهلة باستثناء التطرف داعش وما إلى ذلك. هودي عن جد عم بشكله الآن في سوريا نقطة تحول في سياق فهم القضية السورية بشكل جدي. بطلنا اليوم أمام المشهد والأدوات التحليل كلها أو أدوات التوصيف التي بدأت من العام 2011 للعام 2013. اليوم نحن بعد اتفاق الكيميائي الروسي الأمريكي يجب علينا أن نمتلك أدوات تحليل جديدة وتوصيف جديد لشو عم بصير. عظيم. بس هذا الاتفاق روسي أمريكي فرض على النظام السوري. يعني النظام السوري مش كاريتاس لحتى يجي يقدم الأسلحة الكيميائية، هو كان طالع عبير يقدمها، قدمها تحت ظرف وضغط معين، اتفق مع الروس مسبقا ما أعلن، بس يعني تحت ضغط الضربة العسكرية الأمريكية، تحت التلويح بالضربة العسكرية الأمريكية. عظيم. يعني عندما يحصل أي اتفاق أمريكي روسي على كيفية الحل في سوريا، يعني هذا النظام سيقبل، بيقبل بالقدر الذي يحافظ على السيادة الوطنية أو بالقدر الذي يحافظ على النظام وبالقدر الذي يحافظ على كينونة النظام وبقائه. ولكن الرئيس بشار الأسد، خلينا نحكي الأمور بشكل منصف وحقيقي، منذ أن أتى إلى السلطة كان يتحدث عن إعلان شأن السيادة الوطنية على السيادة الدولية والقانون الدولي. وهذا سر أو جزء من صراعه مع المجتمع الدولي بالمناسبة. وأكثر من ذلك نحن بنشوف أنه استهداف بشار الأسد، الرئيس بشار الأسد والنظام في سوريا قائم على أمرين. الأمر الأول له علاقة بالسيادة الوطنية وتثبيت مفهوم حقوق الشعوب بأن تمارس سيادتها الوطنية بدون إملاءات خارجية. بس هذا مفهوم كمان قداش يعني قداش كان مطبق فعليا بسوريا وبإيران؟ مطبق. نحن بلبنان منحس انه هيك في ثقل للسفراء للقناصل، يعني بسوريا ما بيسترجي السفير يروح اكثر من 10 كيلومتر بدون ما يبلغ الخارجية. بس ولكن عندما تهاجم اسرائيل وتقصف مواقع في سوريا ولا يتم الرد عليها، هيدا له علاقة يعني نحن بلبنان المجتمع مثل ما قلنا اقوى من الدولة، وبالتالي شرع المجتمع بانشاء مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. في سوريا الدولة أقوى من المجتمع، والدولة هي التي تتصدى لمسألة الملف الإسرائيلي.
هيدي وجهة نظر استاذ بسام فعلا بدها شرح، خصوصا انها تتعلق بوجهتي نظر سادتا العالم العربي من السبعينات بعد هزيمة 67. كان في وجهة نظر حركة فتح والمقاومة الفلسطينية اللي بتحكي عن القرار المستقل المنفصل عن خيارات وضرورات الأنظمة، وفي وجهة نظر الرئيس حافظ الأسد وفيما بعد عزز تحالفه مع الجمهورية الإسلامية بإيران اللي بيحكي عن أن تكون أن يجري بناء منظومة مقاومة وممانعة بناء لموازين القوى تعمل ببطء وتؤسس بنية تحتية تواجه العدو على المستوى الاستراتيجي وعلى المأزق بشكل بعيد المدى. ومن ضمنها مثلا كانت بهالسياق هادئة جبهة الجولان، ولكن سوريا كانت تقاتل إسرائيل بأكثر من هلا البعض من اخواننا ب 14 اذار وغيرهم بيقول انه كان يقاتل باللبنانيين. بالحقيقه مش هذا هو التوصيف الدقيق. حافظ الاسد عمل الرئيس حافظ الاسد عمل منظومه مقاومه وممانعه تكون سوريا عمقه يستفيد من الظهير الايراني ومن الدعم الايراني ويدعم هو بدوره المقاومات الفلسطينيه اللبنانيه، وهيدا عمل انجازات على الارض. هيدا بسببه مثلا تحرر الجنوب بال 2000، وإذا بدك تحسبها زمنيا الخيار اللي أخده الرئيس ياسر عرفات بالذهاب إلى أوسلو، صرنا نحن من 91 عقد مؤتمر مدريد، اليوم نحن 2013 ما في أي تقدم على مسار التسوية السلمية. فيما 18 سنة من 82 لل 2000 كان قد تحرر الجنوب بفعل الضربات العسكرية وعمل المقاومة، لذلك هذا الخيار أثبت نجاعته بالوقائع وبالملموس. هذا هودس الفكرتين كانوا يتصارعوا. هذا الخيار طبق فقط في لبنان، لم يطبق في الجولان مثلا، طبق في فلسطين. شو كان المانع أنك أوكي طبق في لبنان طبق في فلسطين، لماذا لم يطبق بالجولان؟ لا أحد يزعم الجولان منا أرض محتلة. بلى الجولان لا تستحق المقاومة لاستعادتها. بلى المحتلة من سنة 67 تماما. لا أحد يزعم بأنه قادر على هزيمة إسرائيل بالضربة القاضية. هيدا المنظومة كانت عم تتحدث عن صراع طويل الأمد مع إسرائيل قائم على أنك تربح عليها بالنقاط، تربح عليها مع الزمن بالنقاط. بس لما أنت تجي بتفرط بعمقك الاستراتيجي اللي اسمه سوريا وبتفرط برئة المقاومة، بتكون أنت عم تلعب صلد من أول سنة أو سنتين أو 10 سنين. بس قبل ما تابع أنا وياك أستاذ غسان، في معنا المسؤول الإعلامي بالحزب العربي الديمقراطي الأستاذ عبد اللطيف صالح. نهارك سعيد. هلا مختار. صباح الخير أستاذ غسان. صباح الخير مختار حبيب القلب. كيف أول شيء أستاذ عبد اللطيف، يعني كان ترددت أنباء أنه حضرتك أصبت في خلال اشتباكات يوم أمس، هل الخبر صحيح؟ هلا هيدي من جملة الإشاعات والأكاذيب. لا الحمد لله أنا بصحة وعم تابع عملي وعم تابع أموري. نعم. الاعتيادية اللي بتابع كل يوم، وإلى جانب أهل جبل محسن وإلى جانب القائد الأستاذ رفعت عيد. نعم. شو الوضع حاليا؟ يعني حسب ما عرفنا أنه كان في هدوء حذر صباحا، ولكن كان بعد في استمرار لبعض الرشقات النارية على محاور القتال. هلا صدعا يعني نحن شو ما حكينا ما حيصدوا، أنه نحن حتى الآن ما شاركنا بالمعركة ولا حنشارك، وأكبر دليل أنه الأستاذ رفعت عيد ما عطى طلقة رصاص لأي شاب أو لأي مناصر بالحزب العربي الديمقراطي، لأنه نحن منا رايدين نروح للتصعيد، تاركين الأمور للجيش. واللي أصيبوا بالتبانة ما خليني كمل لك ما نحن تاركين الأمور للجيش. امبارح كان في اشتباكات عنيفة بين بعض المجموعات المسلحة بحارة البرانية التابعة للمدعو زياد صالح الملقب بزياد علوكي والجيش اللبناني، وكان في رد من مصادر نيران كانت من الجيش اللبناني مش من جبل محسن، وهذا كل الأجهزة الأمنية حتى اللي يعني ما بتحب موقف جبل محسن بتعرف انه نحن ما كنا عم نرد نهائيا، وهذا الشيء يعني نحن عم نحفظ طرابلس، لانه طرابلس نحن ما بدنا ناخذها للمهوار. واكبر دليل انه لما اتهمنا نحن اتهم الحزب العربي الديمقراطي بالتفجيرات بطرابلس، قلنا يا اخي خلينا نحتكم للقضاء. نحن شو بيقول القضاء كلمته، نحن مستعدين اذا ثبت انه يوسف دياب متورط بتفجيرات طرابلس او اي حدا من جبل محسن، نحن حندين ونحن حنطالب بالقصاص منه. انه ما بنعرف. طب الى اين تتجه الامور في طرابلس حاليا؟ يعني اذا انتم عم بتقولوا انكم ما عم بتشاركوا بالقتال، نحن بنتمنى تتجه الامور
للتهدئة وتعود الأمور لما كانت عليه. نحن بنتمنى كقيادة حزب العربي الديمقراطي، وهذا الشيء بلغناه لكل الأجهزة الأمنية، نحن نتمنى من الجيش اللبناني الضرب بيد من حديد. يبلشوا فينا يا خيي، بدك أكثر من هيك؟ يبلشوا فينا لقلنا قبل غيرنا. ونحن لما قالوا في خطة أمنية بطرابلس قلنا لهم تفضلوا بلشوا بجبل محسن، مشان ما يقولوا في مربعات أمنية أو في حكم ذاتي بجبل محسن. يبلشوا بجبل محسن قبل طرابلس مشان ما يكون في أي ذريعة للطرف الثاني يقولوا إنه ما بيقدروا يعملوا خطة أمنية بجبل محسن. قلنا لهم تفضلوا بلشوا بجبل محسن. نحن نطالب الجيش اللبناني بالضرب بيد من حديد لكل من تصول نفسه والعبث بأمن طرابلس، ما بس بالمعارك، بأي عمل إن كان. يعني شفنا الأمور التخريبية عم تكون بطرابلس، شفنا كل يوم في عمليات سلب، عمليات نهب، عمليات تعدي، عمليات اطلاق نار. يعني ما بس اطلاق النار على محاور باب التباني جبل محسن، عم نشوف اطلاق النار صار بطرابلس كل يوم في قنابل، كل يوم في اطلاق نار بطرابلس. يعني شفنا التعديات ما بس بمحاور باب التباني جبل محسن، عم تتنقل بكل طرابلس، بكل ابو سمره، بالقبه، وين ما كان يكون. شفنا هالامور، يعني ما حاجه يقولوا باب التباني جبل محسن، حاجه يصطادوا بالماء العكر. يعني معلش، اهالي باب التباني واهالي جبل محسن هن فقراء ويتقاسمون الاهمال من الدوله اللبنانيه. يعني استاذ عبد اللطيف، انتم مع التهدئه ومع تدخل الجيش اللبناني والاجهزه الامنيه لفرض الامن في طرابلس؟ استاذ بسام، نحن طول عمرنا مع التهدئه، وطول عمرنا عم ننادي بالاخوه وبالمحبه، ونكون عم ندعي للتجمع وليس للتفرقة. نحن مع عودة الهدوء إلى طرابلس. شكرا. شكرا لك. شكرا شكرا. رح نرجع نحكي شوي عن أحداث طرابلس، بس بدي تابع شوي بالموضوع السوري. طيب، بانتظار يعني جلاء كل هذه الأمور، المعارك ستستمر على الأرض. جيش سوري مكمل بحملته العسكرية. طيب، يعني اليوم في كتير كلام عن أنه هناك معركة مقبلة بمنطقة القلمون المحاذية للحدود اللبنانية السورية. بس هذه المعركة يعني كمان له عم ينحكى عنها أكثر من شهر وشهرين وثلاثة، والحديث هلأ ما صارت. مثل ما كمان كان عم ينحكى أنه والله الجيش السوري اقترب من الحسم بمنطقة الغوطة الشرقية، ولكن المعارك لا تزال كمان مستمرة هناك. امبارح أخذ حتيتة تركمان بريف دم بالغوطة الشرقية، وهي كمان منطقة مفصلية، عم بتم قضم الغوطتين بشكل تدريجي. وهذا بتلمسه بس تزور دمشق. في السابق عندما كنا نزور دمشق كان يعني بيبدو هيك المدينة بشكل أو بآخر كئيبة، وبتسمع الأصوات قريبة والقتال تعد الآن الأمر، وهيك انفرجت العاصمة. يعني أخذت معي مسافة يعني 200 متر شي نص ساعة قد ما في عجقة. إضافة لذلك في معركتين أساسيتين برأيي أنا بدهم ينعملوا إذا كان في جنيف 2 أو ما في. هي منطقة القلمون زبداني عرسال، هي جرد عرسال، هذا المنطقة اللي قال عنها رئيس بلدية عرسال أنه هو يسيطر على 70-80 كيلومتر، سموها بجريدة الأخبار جمهورية على الحجيري أو شيء. هاي المنطقة هي يعني تاريخيا في ضرب لبلدة عرسال بهالمعركة. هي منطقة، لا الجرد عم نحكي نحن. هاي المنطقة تاريخيا هي فلتاني، يعني في تهريب وتهريب تهريب متبادل وما إلى ذلك، واستفاد منها المسلحين بعد هروب بعضهم من القصير اجوا عليها، والبعض منهم هرب من ريف دمشق وجاء إليها. لأني شو عم يجربوا بظل هذا الظرف السياسي المسلحين يعملوا انه يتحصنوا هنيك لأكبر قدر ممكن من الوقت لحتى يصير هيك يرجع يتحرك المناخ السياسي لمصلحتهم. فيما الجيش السوري من خلال العملية اللي بده يعمل عليها الجيش السوري وحزب الله، ايه رح كمل طبعا. الجيش السوري من ناحيته هو ينظر الى المسألة على انه اقفال نهائي لملف الحدود مع لبنان من هذه من الناحية الشرقية يعني. ولكن اما حزب الله ينظر الى المسألة على انه هنالك هذه المنطقة منا تأتي الصواريخ والسيارات المفخخة التي تطال، والسعودية ايضا تنظر الى هذه المنطقة على انها ورقة تريد ان تمسكها باي مرحلة مقبلة. فهي المعركة برأيي هي حاجة للاطراف جميعا الان. متى تبدأ وكيف تبدأ ما عندي معلومات. أنا ضد المواقيت، خصوصا أن هاي معركة صعبة، منا معركة مثل قصيت منطقة منبسطة بتقدر تشتغل عليها بحرب عصابات. هاي منطقة جبلية وفيها صقيع وفيها برد وجايين على فصل شتي وما إلى ذلك. الأكيد أنها ستجري، متى ستجري ما بعرف، ولن تجري
لن تجري برأيي بنفس العقل، نفس الإعلان الذي أو الإعلام الذي واكب معركة القصير. المعركة الثانية والمهمة التي أيضا الجيش السوري سيكمل فيها بمساعدة الحلفاء هي منطقة نبل الزهراء بحلب، محاولة ربط حلب بنبل الزهراء والإكمال نحو إدلب وريف إدلب. يعني إدلب هي المدينة مع النظام، في ريف إدلب هو المنتفض على النظام. هول معركتين جايين. متى؟ البعض عم بيقول أنه بدأت معركة القلومون، بمعنى أنه بدأت بالمعنى المناوشات، وأنه حتكون عمليات وحتكون يعني نوع من أنواع الكر والفر مش معركة بالمعنى هيك بالحقيقة في معركتين راح يصيروا. طيب يعني صار جنيف 2 أو ما صار، متى بيصيروا أو إذا يمكن يكونوا بدأوا. وحزب الله يعني سينخرط في هاتين المعركتين بكامل قوة. بطبيعة الحال حزب الله منذ أن انخرط في المعركة في سوريا تصرف على أساس أن الاعتداء على سوريا هو اعتداء على المقاومة. يعني أستاذ بسام ببساطة شديدة، سوريا هي رئة حزب الله ورئة المقاومة. هذه الجماعات المسلحة بمعزل عن نظرتها العقائدية والتكفيرية للحزب ولخلفيته العقائدية والتكفيرية، تريد أن تلقي القبض على رئة حزب الله، بطبيعة الحال أن يدافع عن نفسه. يعني أن يدافع عن نفسه هناك، وهو يعلم بأنه إذا لم يقاتل هذه الجماعات في ريف دمشق وفي الغوطة وفي القصير وفي القلمون سوف يضطر لأن يقاتلها لاحقا في الهرمل وبعلبك والضاحية أيضا. وهذا يعني هن يدخلوا من سوريا، هذا مشروع، هذا مشروع جاي بعدة مضامين سياسية وبشعارات مذهبية واضحة وعلانية. بس اليوم طب لنحسب اليوم يعني بمعركة القلمون، إذا يعني شارك حزب الله في القتال وأنت عم تقول بده يشارك، طب كمان يمكن أهل عرساري له أنه هني لازم يوقفوا إلى جانب كمان هؤلاء السوريين الذين يتعرضون للهجوم وينخرطوا كمان بالقتال وتشتعل الفتنة. ما حدا يعتدي على، رح يعتدي على عرسال، ومن يعتدي على أهل عرسال أيضا أن يخرجوا في 400-500 ألف 2000 ما بعرف مسلح غريب من عن عرسال، أن يخرجوهم لكي يخرجوا أنفسهم من هذا المأزق. آخر شيء، عرسال محاطة ببيئة شاءت أم أبت وبمحيط من الناحية السورية ومن الناحية اللبنانية ليس صديقا بهالمعركة. وأهالي عرسال لا يمثلون رئيس البلدية فقط، أهالي عرسال في 30-40 ألف إذا وضع اليد عليهم من قبل 1000 أو 2000 شخص مستعينين بجماعات مسلحة من الخارج، هذا لا يعني قرار عرسال. في الوسع وفي الإمكان أن تقوم الدولة، أنت بتعطي حق لطرف لبناني يقاتل في سوريا، بتعطي حق كمان للطرف الآخر أن يقاتل كمان إذا كان يدافع عن نفسه. صحيح، على ألا يكون معتديا. ما حدا عم يعتدي على عرسال، بينما حزب الله يومي يتعرض في الهرمل وغير الهرمل لاعتداءاته، وعلى العكس اليوم تشتد الأمور على خلفية يعني مشاركته في القتال في سوريا، وعلى خلفية وهو يشارك في القتال في سوريا على خلفية رأيه ووجهة نظره بأن ما يجري في سوريا سينتقل إليه فور الانتهاء من المسألة السورية. وهذا الأمر أعلنوه، هذا الأمر جزء من السياسات المعلنة ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. الجماعات المسلحة اللي على الأرض هي اللي كانت عم تحكي هيك، وعلى قاعدة خدوا إصرارهم من صغارهم. تعرف لما بيطلع ضابط منشق أو شي زع أمير عصابة من عصابات المسلحة الإسلامية المتطرفة بيقول أنه قتال السيد حسن نصر الله وحزب الله وأنتر بارونتاز والشيعة أوجب من قتال إسرائيل، طب هذا شو كيف أتصرف معه؟ هو عم بيقول أنا عم أقول هيك لأنه حزب الله يقاتل في سوريا. لا هذا الفكر التكفيري قبل سوريا. هذا هلا تكثف وتم تغذيته بسوريا بقرار للأسف سعودي للضغط على إيران. السعودية عم تواجه الجماعات المسلحة التكفيرية، حتى بقلب السعودية عم تواجهها. يعني هذه الجماعات المسلحة التكفيرية هي جملة من هيك الكيانات اللي في أي طرف يركب عليها استخباراتيا وأمنيا ويشغلها لمصلحته. بعدين شو مصلحة يعني المملكة العربية السعودية إذا حصل تقارب بين الأمريكان والإيرانيين، شو مصلحتها أنه هي تستمر بتوتر الوضع؟ بالعكس، أنه أنا حسب رأيي أنه السعوديين يعني ما عندهم مشكلة بالتقارب الأمريكي الإيراني. امبارح قالوا أنه عندهم مشكلة بالمصدر. هيك نقل عن الأمير بندر، ما طلع نفي سعودي. يعني بتعرف السعودية الحكي السياسي اللي بيطلع منها تاريخيا يعني بيكون عبر هيك مصادر رويترز صحف أمريكية. كريم طالع من الدوحة، بس ما نفتك أنه طالع من الدوحة كمان يعني.
ننتظر ينفو، ولكن حتى الآن بعد ما في نفي سعودي لهي المسألة. هلا نحن لازم نشجع المملكة بصراحة على القطع مع أمريكا، الظرف مؤاتي ومناسب لكي تقطع المملكة مع أمريكا، تقطع المملكة مع أمريكا وتقترب إيران من أمريكا، وتقترب تقترب المملكة من المنظومة الإقليمية المتصالحة مع مصالح شعوب المنطقة ودول المنطقة. جزء من خلافنا مع المملكة السعودية، الشعب بإيران والشعب بسوريا بده الموجود بإيران. عملوا أكثر نظام مستقر بكل الشرق الأوسط، طلع منا انتخابات عملوها ومنا شخصية طلعوها برزوها يعني برزوا شخصية إيرانية لابسة عمامة معتدلة بمقابل السعودية شو عم بتظهر للعالم، فكر متطرف. هيك الإيراني اشتغل. هلأ أنا برأيي إذا كان هذا الكلام السعودي صحيحا يجب أن نساعد المملكة على اتخاذ هذا القرار على قاعدة نعم الظرف مؤاتي ليس قدرا التبعية لأمريكا، ونحن جزء من خلافنا مع المملكة السعودية أنها تابعة لأمريكا. إذا قررت الانتفاض على الولايات المتحدة الأمريكية، هلأ المملكة العربية السعودية التابعة لأمريكا والنظام السوري بيقبل بتسليم أسلحته الكيميائية والسلاح الاستراتيجي منه تبعية؟ بالمناسبة أستاذ بسام، أنا مش أنا عم بقول، اليوم بالتصريح الأمير بندر بن سلطان قال سنغادر التبعية لأمريكا، مش أنه أنا عم بتحامل عليهم، بالتوصيف هو قايل هيك. فعم أقول أنا الفكرة يعني الفكرة الجدية اللي بدي أقولها أنه إذا السعودية فعلا عملت قطع مع أمريكا وساعدت مصر على القطع مع أمريكا والتحويل الموقف على المستوى السياسي من انحياز مطلق للسياسات الأمريكية إلى هيك استيعاب وفهم للمنظومة الدولية الجديدة وانحياز لمحور أو التقارب مع محور آخر روسي صيني، بيكون لمصلحة المنطقة. طيب. كمان قبل ما تابع أنا وياك بدنا نرجع نروح مجددا على طرابلس مع زميلتنا فوتون رعد لنشوف شو حقيقة الوضع على الأرض. نهارك سعيد. نهارك سعيد بسام لألك ولضيفك. بسام، في بطرابلس لحد هلأ هدوء حذر، لم يسجل إطلاق نار منذ الساعة 8 صباحا. يعني من المنتظر عقد اجتماع بمنزل نائب كبار الساعة 12 الظهر، من هون لوقتها الهيئة كافة الأطراف اتفقوا على الهدوء. يجب أن نشير إلى أنه ما في قرار على ما يبدو من المجموعات الكبيرة، إن كان بالتبانة أو إن كان بجبل محسن، يعني الحزب العربي الديمقراطي، بإشعال فتيل معارك. يعني الطرفين عم بيقولوا أنه هن ما بدهم يشعلوا فتيل المعارك، ولكن عناصر غير منضبطة من التبانة ومن الجبل يعني بلشت بالاشتباكات أمس. الاشتباكات أمس كان حصيلتها قتيل من جبل محسن وجريحين، وكمان قتيل من التبانة و12 جريح، إضافة إلى 6 جرحى من الجيش اللبناني. الحركة بطرابلس اليوم ببعض الشوارع اللي هي عادة ما بتتأثر بالمعارك طبيعية، يعني شبه طبيعية. بعض المدارس أقفلت أبوابها، البعض الآخر فتح أبوابه. الجامعة اللبنانية بالقبة أقفلت أبوابها. نحن هلأ على دوار نهر أبو علي، الحركة خفيفة جدا طبعا بسبب تخوف من عمليات الأنص. رح يدير الزميل يحيى الكاميرا على الدوار لحتى تشوفوا الحركة كيف خفيفة وشبه معدومة. يعني عادة بهالوقت الحركة طبعا بتكون أكبر هون. لاحظنا بسام كمان أنه في غياب للجيش اللبناني على دوار أبو علي، وهيدا شيء غريب بهيدي الظروف. يعني بسام، بس ولكن الجيش اللبناني كان قال أنه هو رد على مصادر النيران عند الطرفين بجبل محسن وبباب التباني. نعم صحيح، يعني هو متواجد جوا على يعني بقلب باب التبانة وبجبل محسن، ولكن يلي قصدته انه على دوار نهر ابو علي عادة دايما بيكون في تواجد للجيش اللبناني، وهلا يعني منذ وصولنا ما لقينا اي تواجد له. شكرا للزميلة فطون كانت معنا مباشرة من طرابلس. بعد عنا دقيقتين قبل البريك، بمسألة طرابلس بتعتقد أنه الأوضاع ستستمر هيك على ما هي عليه؟ يعني ظاهر هنالك قرار بإخراج الجيش من طرابلس ومحاولة الاندفاع نحو جبل محسن لخلق توازنات العلاقة بالقلمون
لها علاقة بالقلمون، لها علاقة باللي كنا عم نحكيه بالملف السوري. للأسف يعني أستاذ غسان يعني وقت معركة القصير قالوا كمان جبل محسن مقابل القصير، اليوم عم بيقولوا جبل محسن مقابل القلمون، هن عم يصنعوا هاي المعادلات. هذا كلام عم يتكرر يعني، بس ما في شيء منه من الواقع على الأرض. عم نشوف يعني، سمعنا الأستاذ عبد اللطيف المختار، وسمعنا الأستاذ رفعت عيد، وعم نسمع قيادات الحزب الديمقراطي العربي، ما بدهم يعملوا مشكلة. هن بيعرفوا أنه هن آخر شيء بهذه المدينة أقلية، ولكن مش أقلية ضعيفة ومكسر عصا. كل ما بكون توجه رسالة لسوريا وللنظام في سوريا بتجوا بتقوصوا علينا. إضافة لذلك يعني اللي عم بصير مبارح، في أمر أساسي أنه هناك اشتباه بناس من جبل محسن بقيام بعمليات التفجير. ممتاز، إذا طلعوا متورطين يتحاكموا ونحبسوا. ليه بدك تعاقب 50-60 ألف؟ لا، أنا عم بحكي عن ردة فعل يلي الناس الموجودين بطرابلس. مش لازم يعملوا رد، ولازم يكون في عقلاء بالمدينة. وسمعنا بيان نواب طرابلس كان ممتاز المرة الماضية، انه ما تتهم فئة كاملة اذا كان متورط الاخرين، مع انه كمان بدنا ندقق بهذا الملف. عمول مشتبه فيهم يعني. هلا امبارح اللي عم يصير، اول امبارح مش جبل محسن باب التباني، حتى باب التباني ضحيه باللي عم بصير. في كانه مجموعات مسلحه غريبه عن المدينه عم تطلق النار على الجيش وعلى باب التباني وعلى جبل محسن لتولع الوضع، لتوتر يعني الامور وتضعف الدوله الى الحد الادنى. وفي يعني عم يطلع حكي عن محاولات اقتحام جبل محسن، والكلام هيدا كله هيدا برايي بسياق هيك التحفز لدى كل الأطراف وللإمساك بأوراق للضغط بأماكن إيلام الطرف الآخر. وبعد وهذا كله حيستمر إلى ما بعد جنيف 2 إذا عقد، وإذا لم يعقد سوف نعيش حوالي عام تقريبا من التوتر المشوب بالحذر كل الوقت يعني. طيب رح نتابع نهاركم سعيد بعد ما توقف تاني مرة مع الإعلان. ونعود لمتابعة الجزء الأخير من نهاركم سعيد. منذ قليل ورد خبر أنه تم إرجاء الجلسة التشريعية اللي بمجلس النواب. هلا بدنا نسأل، في حدا من اللبنانيين أصلا متابع الملف؟ يعني اللبنانيين صار هيك بيعيشوا نوع من فقدان الأمل بكل هالطبقة السياسية وبكل هالمسار السياسي والمؤسسات، وللأسف يعني. ليه؟ لماذا تعطيل مجلس النواب؟ لأن يعني كل الأمور مرتبطة بالاستحقاقات الإقليمية، يعني انتخابات نيابية ما صارت، حكومة ما تشكلت، مجلس النواب ما بيجتمع، وبكرة يمكن فراغ برئاسة الجمهورية. هلا ما حدا مقصر تجاه الاعتداء على الدستور أو أحيانا الاعتداء على القوانين والمؤسسات، ولكن وهذا بيأكد مجددا أنه نحن لازم نروح على تفاهمات جديدة بالنسبة للصيغة وبالنسبة للنظام السياسي. هذا النظام الطائف الذي قام في العام 90 على غلبة ضد المسيحيين وعلى عدم وجود نصف الشيعة اللي هن حزب الله والمقاومة، يعني ما عاد قادر اليوم بظل الافتراق السعودي السوري وحالة القتال والعداء السعودية السورية وعدم الاهتمام الأمريكي، ما عاد قادر الطائف يرعى التناقضات اللبنانية. هذا جوهر الموضوع. بدك تعمل نظام جديد اليوم يعني. الرئيس بري عامل تصريح مهم بهالجانب، وبرأيي يسمعوا له للزلمة، لأنه الرئيس بري بالآخر هو لا يزال حتى الآن مع الطائف ولا يزال مع النظام السياسي وإيجاد مخارج للصيغة، ولكن ما يوصلوا لخيارات صعبة. اليوم عم بيقول إنه استقالة يعني المتالتي؟ استقالة رئيس الحكومة لا يجب ألا تعني تعطيل مجلس نواب. كيف يعني، كيف ممكن أنه إذا استقال رئيس حكومة بتعطل مجلس نواب بأي دستور وأي تشريع؟ وبالعكس أيضا يفقد رئيس الجمهورية ما تبقى من صلاحياته أيضا. لا، مش متالتي أستاذ بسام، أنا ضد تخويف المسيحيين أيضا من هذا الأمر. التوازن والعدالة في التمثيل وفي إقامة نظام سياسي بيشبه البلد، هذا لا يجب ألا ينتقص من حقوق بس أحد. قبل ما تابعنا وياك بأنه عم نحكي مجلس نواب، ننتقل للمجلس مع زميلتنا ندى أندراوس عزيز. نهارك سعيد ندى. نهارك سعيد بسام، أنت وضيفك ندى. يعني عرفنا أنه الجلسة تأجلت، هل اكتمل النصاب والرئيس بري رفع الجلسة لما ما يسميه عدم ميثاقيتها، أم لم يكتمل النصاب؟ لم يكتمل النصاب، وعدد النواب الذين حضروا بسام أصلا أقل بقليل من المرات السابقة، لأنه منذ أمس يعني كان معلوما أن الجلسة لن تنعقد، وإن كان نواب التيار الوطني الحر
يعني أظهروا ليونة في الموقف وتجاوب للمشاركة في الجلسة نظرا للمخارج التي كان طرحها عليهم الرئيس بري، ولكن حتى نواب التيار الوطن الحر لم يحضروا لأنهم يعلموا منذ أمس أنه لن يكون هناك من جلسة. حضر نواب طبعا من كتلة الوفاء للمقاومة ومن كتلة التنمية للتحرير، وحضر النائبان أحمد فتفت وعمار حوري. النائب أحمد فتفت قال يعني ليس الأمر هو تعطيل من قبل كتلة المستقبل وليست هي كيدية، أكثر من أن هناك يعني قناعة وأمور واضحة بأن لا ميثاقية لهذه الجلسة في ظل حكومة تصريف أعمال. كما قال الدكتور أحمد فتفت يعني ردا على المخارج التي كانها طرحها الرئيس بري أنه يكشف للمرة الأولى أنه تم تقديم اقتراح من قبل المستقبل للرئيس بري بأن يعني تجتمع مع الهيئة هيئة مكتب المجلس وبعدها يتم يعني يتوافقون داخل هيئة مكتب المجلس على الجلسة، ولكن الرئيس بري رفض هذا الأمر بحسب ما قال الدكتور فتفت، وكان هو ويوافق بأن تجتمع هيئة مكتب المجلس الرئيس بري بشرط أن يتم تبديل بعض الأشخاص أو بعض الأعضاء من هيئة مكتب المجلس بشكل سياسي، يعني تبديل بعض الأعضاء بآخرين من تيارات سياسية أخرى، الأمر الذي رفضه المستقبل، رفضته كتلة المستقبل، وبالتالي أرجئت الجلسة إلى 20 تشرين الثاني. النواب من حضر منهم غادروا المجلس النيابي والأمور بقي على حالها كما في المرات السابقة. بسام يعطيك العافية ندى، ونعود إلى الأستاذ غسان جواد. يعني سمعت شو قالت زميلتنا ندى، يعني مياومة بإدارة البلد. ما بيمشي الحال. بنرجع لعمق هذا النظام، لم يعد يستطيع رعاية المشاكل والتناقضات اللبنانية. عظيم. تعرض على صيغة جديدة. عظيم. بس ولكن كمان هناك من يربط ما يجري حاليا في لبنان من هذا التعطيل وهذا الشلل الكامل بما يجري في سوريا، يعني لا حل في لبنان قبل الحل في سوريا. بالمناسبة الانصراف الإقليمي عن لبنان اللي صاير، إذا كان السعودي أو غيره، والاهتمام بالملف السوري لازم يدفع اللبنانيين كيف؟ إلى المبادرة. مبادرة بشو؟ يا أستاذ بسام، السيد حسن نصر الله من 3 سنوات أو 2.5 سنين دعا إلى مؤتمر تأسيسي وقال جملة بالغة الأهمية، قال بلا ما نشغل المدافع ونروح على تفاهمات تعالوا نروح على تفاهمات قبل ما نشغل المدافع. وقد لاقاه في منتصف الطريق غبطة البطريرك الراعي عندما حكى عن عقد اجتماعي جديد. اجتماعي بس مش مؤتمر تأسيسي يقوم عليه نظام مش معروف شو يعني هو. في تفاهم على الأقل انه هذه الصيغة ما عاد يمشي الحال، لازم نروح على شيء جديد. اذا كان حكينا عقد اجتماعي او مؤتمر تأسيسي ما حدا المسيحيين تختلف مطالبهم عن الشيعة وتختلف مطالبهم عن السنة. ممتاز. نروح على مؤتمر تأسيسي، نحط كلنا هواجسنا على الطاولة. صار عنا تجربة عمرها 80-90 سنة بالبلد، فيها محطات مشرقة، فيها سقطات مخزية، خلينا نحط هالتجربة ونتصرف على سوق، على حسن النية مش على سوق النوايا. حسن النوايا تجاه البلد، تجاه الكيان اللي أسسوا البلد، ومن ضمنه ميشيل شيحة كتبوا مقالات تتحدى، يعني أسسوا نظريا عم بحكي مفكري الصيغة والكيان، بيقولوا عن أنه هذا البلد إذا ما كان في حسن نوايا من قبل العائلات اللبنانية الروحية وغيرها، وأنك تأسس البلد بشكل يومي، تفيق الصبح كل لبناني فيق الصبح ويتصرف على أنه بدنا نتصرف أنه يضل البلد قوي ومتين وثابت، هذه الطريقة ما بتمشي. بس كيف بدك تخرج هذه الأطراف اللبنانية من ولائتها الإقليمية؟ يعني كيف بدك تقوله لحزب الله خي انسالي موضوع إيران وسوريا وتعا أقل حدا فكر لبنانية، تعبك تقوله لفريق آخر انسالي السعودية وتعا فكر لبنانية، وفريق آخر تقوله انسالي أمريكا وتعا فكر لبنانية، كيف أقل حدا أستاذ بسام، أقل حدا يتأثر داخليا بالقرار الخارجي هو حزب الله، وأنا بعرف شو عم بحكي. أقل حدا أقل يعني هو على المستوى الاستراتيجي حليف لإيران، ولكن في ما يخص الصيغة بلبنان والتفاصيل اللبنانية ما حدا بيقول له شو بده يعمل. هاي وحدة. قبل ما تكمل خلينا نروح على قطر. في زميلنا يزبك وهبي بقطر مع زيارة غبطة البطريرك الراعي يلي عم بيقوم بزيارة رسمية لقطر، خلينا نشوف شو أجواء زيارة غبطة البطريرك. نهارك سعيد يزبك. نهارك سعيد بسام أو لضيفك كمان. يزبك يعني هل هناك برنامج مكثف لغبطة البطريرك في قطر، واللقاء مع يعني الأمير سيكون اليوم؟ نعم هو حصل بالفعل وانتهى قبل قليل بسام.
اللقاء يعني بين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي دام نحو نصف ساعة انتهى قبل قليل. فهمنا يعني خلال اللقاء أكد الشيخ تميم تمسكه بالحضور المسيحي في لبنان وفي الشرق الأوسط، نوه بالمواقف الهادئة للبطريرك الماروني، ووعد ببذل أقصى الجهود من أجل السعي لإطلاق سراح المطرانين المخطوفين. جاء كلامه بعد أن شكره البطريرك الراعي على الجهود التي بذلها الأمير والوساطة القطرية مع وساطات الدول الأخرى من أجل إطلاق المخطوفين اللبنانيين في إعزاز. من ناحية ثانية يعني أشاد الشيخ تميم وقال شرف كبير أن تزورنا كبطريرك للموارنة في قطر، قطر الاعتدال، قطر الدولة المحبة للسلام. وقال إن الملف اللبناني هو من أولى اهتماماتي، من أبرز اهتماماتي، خصوصا أننا كدول الخليج نشجع ونسعى من أجل يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط، ونحن في المقابل يعني طلب منه البطريرك الراعي تشجيع دول الخليج للعودة إلى لبنان، عدم مقاطعة الزيارات إلى لبنان، عدم مقاطعة الزوار الخليجيين بزيارة لبنان. وقال أن لبنان صحيح أن فيه بعض المشاكل، لكن هناك حرص من الدولة على استقبال الضيوف الخليجيين. وأعلن الشيخ تميم أنه قدم قطعة أرض من 10,000 متر مربع لبناء كنيسة للموارنة. كذلك وعد أيضا بزيادة حصة قطر من دعمها للنازحين السوريين في لبنان. هذه هي أبرز المواضيع خلال اللقاء. اللقاءات البطريرك الماروني مستمرة مع المسؤولين القطريين، سيلتقي بعد قليل الوزير عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الذي يقيم حفل غداء على شرفه، وهو كان التقى صباحا رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، على أن تكون له سلسلة لقاءات أخرى مع ساعات المساء، وهناك عشاء تقيمه على شرفه الرعية المارونية في قطر، ويوم غد هناك لقاءات حافلة مع الفعاليات اللبنانية هنا، ممثلي التيارات السياسية، لقاء مع الصحافة المحلية وزيارة المدرسة اللبنانية في قطر. بس يمكن القول يعني أن البطريرك خرج مرتاحا جدا من هذا اللقاء مع الشيخ تميم، وعلى ما يبدو أن هناك انفتاحا إضافيا من قطر تجاه لبنان في المرحلة المقبلة. يعني قلتوا شكرا قطر. نعم، شكرها البطريرك فعلا على ما قامت به، وقال أننا سنشكرها أكثر وأكثر إذا ما مضت في عمليتها لإطلاق سراح المطرانين، وهي وعدت بذلك بإكمال يعني ما قامت به. شكرا للزميل يزبك وهذه اللي كان معنا مباشرة من قطر. يعني شكرا قطر، هذا شعار أطلقه الرئيس نبيه بري. نعم. أيوه. إذا يعني كان أول الغيث قطر فكيف إذا كان قطر، وبعدين صار الانقلاب على قطر وهلا هو هي فكرة شكر المخلوق، هي عموما أنت تشكر الخالق يعني من خلال المخلوق. هذه فلسفتها، انه هاي فلسفتها يعني تشكر قطر تشكر ربك، يعني تكون عم تشكر ربك انه يعني على مثلا انه حطها بطريقك بساعدتك باماكن معينه، ولكن لما اختلفت معه برزت هذا الاختلاف. نحن نامل يعني اللافت انه النظام السوري يتهم يعني قطر والسعوديه بتمويل المجموعات الارهابيه، وقطر قدمت شقفة ارض لبناء كنيسه 10,000 متر. يعني قطر سوق حره سياسيه، بتبيعك كل شيء، يعني بتبيعك إرهاب وبتبيعك اعتدال، ما في مشكل. يعني وهذا ليس تحامل مني، هذا توصيف للسياسة القطرية. بقطر بتشوف كل شيء، وهي بتعمر قرى بالجنوب، ومرة كنا بمؤتمر بالدوحة. ايه تماما نفس الشيء تماما. مرة كنا مؤتمر بالدوحة، نحن بمؤتمر كان هيك في شيء له علاقة بالوضع العربي وما إلى ذلك، وكان في شخصيات مهمة كتير من العالم العربي وذات أبعاد قومية ويسارية. سمعنا بدون ما اشوف انه بفندق يبعد عننا 500 متر في عزر وايز، مش شو اسمه، وزير الدفاع الاسرائيلي السابق فيكتار، هو في شيء وزير الدفاع الاسرائيلي السابق اللي يعني يوصف بالتشدد من اصل روسي، راح اسمه عن بالي هلا، اصل روسي. فبالتالي قطر دوتي فري، يعني سوق حره سياسيه. وعلى فكره بالمناسبه انا اشجع يعني أو أنا سررت بفكرة بناء كنيسة بقطر، مش أول كنيسة هذه بالخليج عموما، في مشكلة بهذا الجانب. قطر عم تكسر هذا العرف، والبحرين سابقا أيضا فيها كنيسة، وإن شاء الله بصير في راعي أبرشيد قطر معنا مشكلة. ورد خبر كمان منذ قليل أنه اللواء عباس إبراهيم التقى اليوم بالرئيس السوري بشار الأسد لمتابعة قضية المطرانين، نعم، المخطوفين في سوريا. بالحقيقة طب بس أنه هون سؤال، ليش عم بصير الحديث مع النظام السوري بقضية المطرانين؟
ربما يكون للخاطفين مطالب كما كان هنالك مطالب بما يخص المخطوفين في أعزال. كان لهم مطالب وما تفلتوا السيدات. تفلتوا بلا بس تفلتوا ضمن الأراضي السورية. عندك معلومات يعني أكيدة بالموضوع؟ طبعا فكرة أنه سوريا حريصة جدا على الشكل بخلاف يعني لبنان. سوريا تصرف كأنها دولة عميقة جدية ورغم أنها هلأ ضعيفة ولكن لازال هنالك عصب دولي يعني أنه نحن ليه شو له أردوغان بالموضوع اللي بعتهم على تركيا بدهم نفرج عنهم نفرج عنهم على الأراضي السورية وقد أفرج عنهم على الأراضي السورية. هلأ البعض منهم بقي في دمشق ربما لأسباب أمنية بعض منهم راعى أماكن المسلحين ولكن قد أفرج عنهم. أنا هون حابب نوه بجهود عدد السيدات اللي أفرج عنهم بالرقم اللي انحكى 112 أو بين 112 ل 120 أظن ما ركزت على الرقم بس اللي فهمته أنه تمت الصفقة من خلال إطلاقهم ضمن سوريا وبدليل أنه المعارضة ما أثرت الملف المناسب والتهم يعني المعارضة مش عارفة شيء لا قدرت تتصل فيهم ولا عارفة وين ولا عارفة والمعارضة أيضا ما فيها جهة وحدة ناطقة باسمها فهمنا شو عم بفكروا أصلا للأسف. لابد من تنويه بجهود اللي وقع بس إبراهيم بهذا الجانب وأيضا وخصوصا في ملف المطرانين يعني الملف المطرانين أساسي من الناحية الثقافية ومن الناحية المستقبلية للمنطقة إنه هذا المكون المسيحي المشرقي يجب الحفاظ عليه برموش أعيننا وهذه هذا واجب ووظيفة يعني إسلامية. ما كان ينحكى عن الحفاظ على الوجود المسيحي وهذا الاهتمام بالوجود المسيحي وبمسيحيي لبنان وغير مسيحيين قبل ما تندلع الحرب بسوريا. قبل كان إنه هؤلاء المسيحيين يب يمشوا هيك يا أما يشوف شو بده يعملوا. هلأ هذه صيرة علاقة المسيحيين بالنظام في سوريا فيها أخذ ورد وطويلة أستاذ بسام. تبدأ من السبعينات منذ وصول رئيس حافظ الأسد إلى السلطة وتصل إلى 76 والخلاف مع بشير الجميل بال 77 رئيس بشير الجميل ويعني في مد وجزر بده نقاش هالملف. ولكن أنا إذا بدك أنا من البنية الفكرية اللي بنتسب لها الإمام موسى الصدر عندما أطلق النار على الدير الأحمر قال من يطلق النار على الدير الأحمر يطلق النار على جبتي وعمامتي ومنبري ومحرابي. وبفهمنا نحن الوجود المسيحي في المنطقة أنه هو مكمل للصيغة الحضارية ببلاد الشام بحيث يعني ما فينا نعيش بصفاء مذهبي وعرقي وديني. هاي بلاد يجب أن تبقي على تعددها وتنوعها خصوصا أن الوجود المسيحي عامل إضافي وقيمة مضافة لنا جميعا من خلال التفاعل من خلال البعد الثقافي والاجتماعي وكل ذلك وأيضا من خلال التأكيد على أن الدين المسيحي ودين مشرقي أيضا ربنا من هون يسوع من هون يعني مش مش من هون مش أمريكاني يعني يسوع يعني صوب مشرقي يعني من صوب أنا جليل وبالتالي الحديث أو ضرب المسيحيين وهذا مشروع غربي بالمناسبة يعني مين عم يأذي المسيحيين أكتر شيء حتى لما السوري ضرب المسيحيين ضربهم بموافقة غربية أمريكية وبتشجيع أيضا شو كان داخل بالمؤامرة يعني ووقت إجا ديم براون بال 76 قال له الرئيس الإمام فرنجية هو البواخر بالبحر سيناريوهات كيسنجر وكلها كانت تصب في سياق تفريغ المنطقة من المسيحيين وتركها للصراعات المذهبية وتبرير وجود دولة إسرائيل هذا تماما. هلأ تعقيدات الحرب الأهلية وأنا بالحقيقة وجهة نظري وتوصيفي للحرب الأهلية ابتداء من 75 ما بيبتعد كتير عن توصيفك يعني وهلأ نحن موقفنا وموقف حزب الله من الأزمة في سوريا برأيي أنا لا يبتعد كثيرا عن موقف الجبهة اللبنانية بال 75 تجاه النظام اللبناني. لذلك عم أقول لك الشرق معقد كتير وما فيك تعمل صياغ هيك طيب. يعني جاهزة وتسقطها على الموقف. حزب الله بنظرته للنظام السوري اليوم مثل لما جبهة اللبنانية كانت تنظر للنظام اللبناني بال 75 طيب. معشنا لأنه كتير وقت بدي يعني إلى أين تتجه الأمور اليوم في لبنان؟ هل سيكون هناك حكومة؟ هل فعلا ستجرى انتخابات نيابية بعد انتهاء التمديد؟ هل سيكون هناك انتخاب لرئيس جمهورية؟ وما هو يعني الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا في هذه المسألة؟ كل الموضوع مرتبط بمسار الأمور في سوريا ولكن تقديري الشخصي بأنه اللبنانيين عليهم مسؤولية. كل مرة نحن استسلمنا لفكرة أنه نحن بياضق
واستسلمنا لفكرة أنه نحن تأتي التعليمي من الخارج. تاريخيا كان مظبوط يصير في صياغة الموقف من الخارج، بس من الخارج، بس اللبنانيين كانوا شاركوا بصناعة القرار. مرة قعدت 6 أشهر الحكومة على أيام الرئيس فؤاد شهاب ما تشكلت، كان في خلاف رئيس شهاب مع ريمو إدي أنا ذاك، وأعتقد حزب الكتائب أيضا والرئيس كان قبل الحلف الثلاثي عم بحكي. راح فجأة، وكنت عم بقرأ مذكرات أحد مستشارين أو المقربين من الرئيس شهاب باسم الجسر، كان عم بقول فجأة بالليل إجا غزير المرحوم ريمو إدي، وكان صاير لست أشهر ما في حكومة وانحلت المشكلة، وقعد مع الرئيس شهاب وطلعوا تاني يوم صار في حكومة. كانوا يبادروا اللبنانيين، ليه هلأ ما بنبادر؟ اليوم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف متفقين على حكومة، بس المشكلة مش عندهم، مشكلة انه عم يجي مين يقلهم اذا بتعملوا حكومة من دون موافقة الجميع ما حدا بيعرف شو بيصير. طب استاذ بسام، هل حزب الله مطالبه تعجيزية اليوم؟ شو مطالب حزب الله؟ شو المشكل اذا، وين المشكل اذا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف شكلوا حكومة وذهبت هذه الحكومة إلى البرلمان؟ يا بتأخذ الثقة يا ما بتأخذ الثقة، وين المشكل يعني؟ وين ما في مشكل. إذا أنت طبقت الخطوات الدستورية اللي بنص عليها الدستور، وين المشكل؟ ما في مشكل. حتى لو كانت الأطراف السياسية مش قبلانة ما في مشكل إطلاقا، بس أنت بهذا الأمر عم تمس بالصيغة وبالميثاق. أنت صيغة؟ عم تخلق مشكلة كيانية. أنت عم تجي تعمل حكومة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وأكيد لن تأتي بشخصيات شيعية أو بشخصيات سنية تعارض التوجه الشيعي العام أو التوجه السني العام. نعم، عم بقول أنا بالمقابل انت لما بنحكي عن يعني رئيس الحكومة ما بيحضر على مجلس النواب لانه الحكومة مستقيلة، ويقول انه المجلس ما بيحق له يشرع بظل الحكومة مستقيلة. يعني الجميع ينظر الى الدولة من هذا المنظار المصلحي او من منظار الخلفيات المذهبية والحضور بالبلد. انا عم بقول حزب الله شو شروطه بالموضوع؟ معك 20 ثانية بعد. شروطه او شو طالب؟ ما في شيء تعجيزي، لا طالب حقائب خاصة ولا طالب صيغة تحمي المقاومة في ظل صراع واضح لكل العالم انه هذه المقاومة مطلوب رأسها. نحن كلبنانيين اذا كنا ضنينين على البلد وضنينين على انفسنا لازم نحميها المقاومة، لانه على المستوى الاستراتيجي رح تنعكس بمردود ايجابي علينا. استاذ غسان جواد اشكر مشاركتك معنا اليوم. شكرا استاذ، اهلا وسهلا فيك، خصوصا انك جاي من دمشق مباشره. وايضا السلام عليكم الشباب، سلمنا عليكم. وايضا بدي اشكركم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.